الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان أعلن جدول منافسات بطولة كأس العالم الخماسي الحديث، واللي هيتلعب خلال الفترة من 7 ولحد 12 مارس في القاهرة. وهتنطلق منافسات البطولة يوم الثلاث 7 مارس بتصفيات السيدات على مجموعتين، ويوم الأربع 8 مارس هتتلعب تصفيات الرجال على 3 مجموعات، ويوم الخميس 9 مارس منافسات الدور نصف النهائي سيدات على مجموعتين، ويوم الجمعة 10 مارس منافسات الدور نصف النهائي رجال على مجموعتين. اتأهل منتخب تونس لنصف نهائي كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة بعد فوزه على منتخب الكونغو بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ده بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي وبالتعادل بنتيجة 3-3، وبكده بيضمن منتخب نسور قرطاج التأهل لكأس العالم للشباب في أندونيسيا. كريستوف جالتيه مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عنده توقع بغياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مباراة بايرن ميونخ اللي هتتلعب يوم الأربعاء اللي جاي في لقاء العودة من دور 16 في دوري أبطال أوروبا، ده بسبب الإصابة، وفي الوقت اللي تأكد غيابه عن مواجهة نانت النهاردة في الدوري الفرنسي. وقال جالتيه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة نانت: لازم نحافظ على نفس الطموح ونفس الرغبة في الفوز. جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أكد أن فريقه هيقدم كل حاجة عنده النهاردة في مباراته اللي قدام فريق شتوتغارت، وده علشان يستعد بشكل مثالي لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي. ولسه مع نادي بايرن ميونخ الألماني اللي أعلن عن تجديد عقد المهاجم الكاميروني تشوبو موتينجا لمدة عام واحد علشان يستمر مع الفريق لحد 2024. الألماني يورجن كلوب المدرب فريق ليفربول يتكلم عن لقاء كلاسيكو الكرة الإنجليزية اللي هيجمع فريقه بمانشستر يونايتد بكرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال لعيبة ليفربول جاهزة بدنيا وذهنيا ومفيش أي غيابات جديدة، وقال كمان تياجو لسه مصاب ولويس دياز برضو لسه مصاب، والقريب للعودة من اللعيبة المصابة هو جو جوميز لكنه لسه بعيد عن المشاركة. وكلوب كمان قال إن الديربي ضد يونايتد عبارة عن مباراة فخمة، والسنين اللي فاتت كانت لقاءاتنا قدامهم جيدة. وفي الدوري الإيطالي خسر فريق نابولي من فريق لاتسيو بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ديجو أرماندو مارادونا في افتتاح منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإيطالي. أما في الدوري الألماني فتصدر بروسيا دورتموند ترتيب الجدول بشكل مؤقت بعد فوزه على فريق لايبزيج بنتيجة 2-1 في اللقاء اللي اتلعب بينهم امبارح في افتتاح منافسات الجولة 23 من مسابقة البوندس ليجا للموسم الحالي. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمصطفى وبسنت علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا ليك.